10 صيادين مصريين واللي هيصلوا اليوم إلى مطار القاهرة الدولي عقب إفراج السلطات التونسية عنهم بعد احتجاز دام أسبوعين لاتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية التونسية. ده طبعا بيأتي بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية ونقابة الصيادين المصرية. أضاف أيضا نقيب الصيادين بكفر الشيخ بأنه في 4 صيادين هيظلوا طواعية هناك لحين الإفراج عن مركب الصيد والعودة بها إلى مصر. إحنا معانا عبر الهاتف أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. يعني أسأل حضرتك السؤال اللي حتى الخارجية المصرية دايما بتسأله، ليه الصيادين بيروحوا ويخترقوا المياه الإقليمية التونسية؟ وده طبعا بيتسبب بحالة من يعني الأزمة، ممكن تتحول إلى أزمة دبلوماسية فيما بعد. طبعا تحركات يعني سفارتنا والخارجية طبعا قبل ذلك وسفارتنا في تونس محمودة للغاية، لأنهم دايما بيتدخلوا لإخراج هؤلاء الصيادين. الأول حضرتك دعيني أشكر وزارة الخارجية لما تقوم به في الأونة الأخيرة من عمل غير مسبوق لمساعدة المصريين عامة سواء الصيادين أو غيره في الخارج. الحاجة حضرتك اللي نرجع للسؤال ده حضرتك، احنا طلبنا مرارا وتكرارا هي فعلا الخارجية بتشيل المشكلة كلها، وهي ليست لا طرف فيه، ولكن المشكلة كلها وطلبنا مرارا وتكرارا ان وزارة الزراعة بسياستها الخاطئة تجاه الثروة السمكية البحرية المصرية ادت الى تهجير الاسماك وخلوها من الاسماك نهائيا، مما دفع الصيادين للعبر خارج الحدود المنية الاقليمية المصرية بحثا عن الرزق. ودي ادى حضرتك فعلا زي حضرتك ما تفضلتي ان ورقت قديم بشكل مباشر في مواجهات لسلطات الدول الجوار زاد القبض عليهم واحراج وزاره الخارجيه دايما بصفه مستمره. ولكن احنا طلبنا مرارا وتكرارا ومن خلال قناتكم الكريمه بالامس في برنامج وسائل القاهره طلبنا ان وزير الزراعه رفض ان يقابلنا كان قابل الصيادين. تقدمنا بدراسات عديده لحل مشكله الصيد في مصر وعوده الاسماك مره اخرى دون ان نكلف الدوله مليمه واحد، ولكن للاسف وزير الزراعه رفض ان يقابل وزير يعني استاذ احمد الصيادين. الموضوع يستاهل ان هم يروحوا ويعدوا من قدام ليبيا اللي هي اصلا بتشهد يعني منطقه مشتعله تماما وبتعرضهم للخطر وبتعرضهم ان هم يكونوا اسر جماعات ارهابيه وان هم يوصلوا لحد تونس ويخترقوا مياه الاقليميه؟ هل الموضوع يستاهل او الازمه الحاليه من قبل حضرتك بتتحدث عنها ما بينكم انتم وزاره الزراعه يعني تستدعي ان هم يعملوا الرحله دي كلها؟ مع حضرتك النهارده المركب اللي بيسرح، احنا انت عارف حضرتك الصيادين ما لهمش براتب شهري او باليوم، بيشتغل بالنصيب حتى لو اصطاد بياخد، لان الصياد حضرتك مكلف عنده اعباء معيشيه وطلبه في الجامعه وعنده مصاريف ولازم ملتزم بيه. هو بيروح طلب العيش، هو مش رايح يغامر بنفسه، ده هو بيغامر من اجل لقمه العيش عشان اولاده. لكن احنا في ايدنا الحل، والحل بسيط جدا ولا بيكلف الدوله مليم واحد، ولكن للاسف احنا شايلين. حضرتك النهارده غير ان احنا عندنا صياد احنا منتظرين وجسمنا هيوصل بكره او بعده. حضرتك تعرفي ان الصياد ده حاصل على ليسانس اداء قسم انجليزي وكان بيحضر ماجستير، ولكن لسوء المعيشه وقله الرزق توجه الى العمل في احد مراكب الليبيه في ليبيا وتوفى في حادث صيد عادي وفي انتظار جسمانه. لكن احنا النهارده ما حدش توفى فين يا استاذ احمد؟ معلش ما سمعتش كويس. اتوفى حضرتك في ليبيا، كان شغال في مركب ليبي في ليبيا في مدينه مصراته، واثناء رحله الصيد حادث صيد يعني حادث عمل يعني مش لسه اي حاجه ثانيه توفى. الشاب ده كان معاده في 1/9 ان يناقش رساله الماجستير في القانون الجنائي. حضرتك لسوء لعدم والده عنده فيروس فيه وصياد وما فيش موارد وما فيش دخل، فاضطر انه يروح عشان يكمل يجيب رزقه عشان يقدر يكمل دراسته. لكن النهارده الصياد لا معاش لا تامين صحي لا تامين اجتماعي، ما حدش وهو مشغول. واقول لحضرتك حاجه، الفئه الوحيده اللي بتشتغل دون ان لها مطالب فئويه، احنا من 25 لغايه دلوقتي ما سمعناش ان في صياد عمل اضراب طلب فيه مطالب فئويه. الناس بتشتغل ولكن وزاره الزراعه اللي هي المسؤوله عن القطاع الصحي. طب انتوا بتطلبوا ايه يا استاذ احمد من وزاره الزراعه لانهاء هذه الازمات المتكرره؟ احنا بنطلب وزاره الزراعه ان وزير الزراعه يقابلنا ياخذ الدراسات ويفعلها حاجات لا تكلف الدوله مليم هتؤدي الى عوده الاسماك للسواحل المصري، وبالتالي نزرع مشكله جذريه.